بونسوار، برحب بكل مشاهدينا مشاهدي ال بي سي اي والال دي سي. صار وقت اللوتو، مثل كل تنين وخميس في عنا جوائز كثيره وجوائز كبيره، جائزه للمرتبه الاولى، جائزه للمرتبه الثانيه، جائزه للمرتبه الثالثه، للرابعه وللخامسه. وفي حال ربحت المرتبه الاولى بطبيعه الحال رح بيكون عنا جائزه جديده، يعني بنبلش عن جديد مع جائزه جديده مثل الليله، جائزه الليله مثلا حوالي 722 مليون ليره. ليش؟ لانه سحب الماضي، سحب نهار التنين، الجائزة الكبيرة اللي هي 3 مليار و500 تقريبا، 500 وشي مليون ليرة انربحت، صار في عنا ملياردير. والليلة رح نتعرف على هيدا الملياردير يلي هو سوري الجنسية مقيم بدبي، ربح على الأونلاين يعني على الويب سايت LLDJ.com، هو وعايش بدبي، تكس الأرقام المفضلة عنده وربح ب 2000 ليرة بس، الجائزة الكبيرة يلي قيمتها أكثر من مليونين ونص دولار. رح نتعرف أول شيء أنا وياك على الملياردير علي عطاف، ومن بعدها منكمل بسحب اللوتو اللبناني مباشرة على الهواء من استوديواتنا بأدما. نشوف الروبورتاج. هذه أرقامي دائما بختارها بسحوبات اللوتو اللبناني، هيك بيقول الرابح بجائزة اللوتو اللي بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات ليرة لبنانية، مقيم في دبي وعلى أول طيارة مغادرة وصل لبيروت بعد الفوز ليستلم الجائزة. أنا علي عطاف، مقيم بدبي من مدينة اسمها صافيتا، جربت حظي باللوتو على الأونلاين وربحنا الجائزة الأولى وكان كثير مفاجأة حلوة. الأرقام أنا هذه أرقام بحبها، 8 11 14 17 20 بحبها على طول، يعني بحبها أرقامي الخاصة، وعملتها أونلاين وإجت والله، وحسيت بفرحة حلوة كثير حقيقة، يعني تفاجأت إنه كان المبلغ حلو مش بطال المبلغ. وشكرا لللوتو، اللوتو اللبناني كتير منيح حقيقة، بكفي هالمصداقية اللي عنده وأنا لما ربحت اللوتو أنا ما عرفت اللوتو، هني إدارة اللوتو بلبنان خبروني على دبي وبعتولي على الإيميل واتصلوا فيي ومبروك وهنونا، يمكن كنت بقيت فترة ما عرفت إني ربحان اللوتو. حقيقة حقيقة كتير بتجننوا ومهضومين ومنحبكم. بس بقيت فترة يعني انه كان الموضوع شو صاير، يعني جدي ولا مش جدي، طلع جدي 100%. وعقبالكم كلكم على كل شيء منحبه كمان وعلى كل الناس. ألف مبروك لك يا علي، وإن شاء الله بتتهنى بهالمبلغ اللي كبير، اسمح لي فيها مش بطل، لا مبلغ كتير كبير، وان شاء الله بتتهنى فيه يا رب وبتصرفه بالهنا. وعقبال الدور للجميع، وهلا اكيد يعني ان شاء الله بيشدوا حالهم شوي المغتربين اللبنانيين الشباب يلي عايشين بدبي، بيصيروا يلعبوا اكثر على الاونلاين وعلى الويب سايت على LLDJ.com، وهيك بركي كلكم بترجعوا لعنا على لبنان معكم المليارات من وراء اللوتو اللبناني، لانه هو الفشل الخلق الوحيده بهيدا الايام. على كل حال خليني اكمل مع جوائز الليله. بالنسبه للمرتبه الثانيه ما فيها تراكم لانه كمان انربحت نهار التنين، الجائزة بتكون حوالي 100 مليون ليرة، وبالنسبة لزيد الليلة 32 مليون ليرة. بذكركم برقم السحب 1650 لليلة الخميس 20 أيلول 2018. جود لك للجميع، وإن شاء الله تكونوا أكثر مشتركين بهيدا السحب. قبل ما ننتقل مباشرة لمكانة اللوتو مثل العادة بدنا نرحب بعضو نجد رقابي وزارة المالية على أعمل وصحوبات اللوتو مدام تريز مسلم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا سلم. من دون تأخير إلى مكانة اللوتو. بدأ الأنظار كلها على مكنة اللوتو اللبناني، وأول طابة بتحمل رقم 22، الطابة الأولى رقم 22 لليلة، منكمل مع الطابات الباقيين، والطابة الثانية رقم 39. طابة الثالثة 32. الرابعة 20.
20 الثابة الخامسة. اثنين الثابة السادسة. والثابة السابعة الإضافية للمرتبة الثانية رقم 12. المكنة اختارت الثابات الأساسية مع الثابة السابعة الإضافية، وأكيد أنتم بهذا الوقت عم بتشوفوا شبكاتكم، وإن شاء الله مثل العادة تكونوا أخذين أكثر من شبكة لحتى تعلوا فرصكم بالربح، وإن شاء الله أكيد تكونوا أخذين زيت كمان لتعلوا فرصكم أكثر وأكثر مع اللوتو اللبناني. رح ننتقل أنا وياكم هلا للعبة الثانية واللي هي زيت، مثل ما بتعرفوا وبتعرفوا مبدأ اللعبة، في عندنا خمس طابات بتختارهم المكنة من آخر طابة لأول طابة، وفي حال صبتوا الرقم الكامل يلي بيكون موجود بأعلى الشبكة الليلة المبلغ بانتظاركم هو 32 مليون ليرة. الرقم يلي بلشت تختاره المكنة 0 من بعد 8 5 5 كمان و أول رقم 6 65580 رقم زيد لليلة. أكيد بدكم تشوفوا إذا كنتوا صايبين 80-580 أو الرقم الكامل، وأكيد بانتظاركم جوائز كثيرة وعديدة مع زيد. نحن بهيدا الوقت بناخذ بريك صغير، من بعدها بنرجع لكم معنا كل النتائج، وعبالنا أكيد نعرف إذا حدا صاب اللوتو الليلة وإذا في عنا ملياردير مع اللوتو اللبناني. لقونا بعد البريك. ثلاث ثواني لتغطية كاملة للجذور. 3 2 1 اختفوا. جديد ماجيك ريتوتش، أول سبراي فوري لتخفي الجذور من لوريال باريس. لتضيفي إشرائية الشمس على الشعر الباهت بتحتاجي لوصفة مضيئة، ألترا دوب البيبونج وعسل الزهور. البيبونج للتفتيح وعسل الزهور لتغذية عميقة، صار شعرك مشرق وناعم الملمس. وللمزيد من العناية مزيج الزيوت المعالجة لكشف خصل شعر أفتح، ألترا دوب البيبونج وعسل الزهور. زوبي زوبي زوبي. استمتع بألطف نعومة وخلطات طبيعية من ألترا دو جل الاستحمام الجديد طبيعي من غارنييه. وهلأ مع شراء أي منتج من غارنييه الحق القصيمة ودخول السحب لربح واحدة من سيارتين. The new Galaxy Note 9 has more power than you need. Like a remote control for a phone. Why would you... Oh, that's why. The new Galaxy Note 9. صار وقت تقولي كفاية كفاية ملونات سيليكون وجلوتين، صار وقت تعيش الطبيعة مع هربل أسنسز بايو رينيول الجديد الخالي من الملونات السيليكون والجلوتين والغني بزيت الأرغان والياسمين ليعيد الحياة لشعرك من جذور للأطراف. عيشي هربل أسنسز بايو رينيول الجديد، عيش الطبيعة. لما نقول حلو عربي لتحلي دشك مية عصيدة بس حلاوة طرابلس سور حلاصة. بالأكل لكل منطقة طريقتها، بس بإزالة الدهون كلهم عندهم فارق. السبت 29 أيلول ولأول مرة بلبنان للدراج ريس السباق الأول لسارة، السرعة والتحدي.
القاعدة الجوية بمطار رياض تستقبل أول سباق رسمي للدراج ريس بطول 400 متر. الدراج ريس سباق ربع ميل السبت 9 الصبح والنقل المباشر 4 بعد الظهر على الـ LBCI والـ LBC. خليني اشوف قبل ما تنزلها حلوه مشيها شعري مش مزبوط لا يا مان كل شيء بيمشي الا القشره لا تمشيها هيد اند شولدرز بالتركيب الثلاثي بينظف بيرطب وبيزيل القشره 100% لا تمشيها لا تمشيها خليك 100% بدون قشره الناس بتفكر اني رح كتف ايدي والحق طريق انرسم لي بس الحقيقه انا بختار طريقي بايدي وما في شي بيوقفني ولا حتى اصعب الايام اكتشفي اولويز القطنيه الناعمه سطحها ناعم بلمسه القطن الطبيعي وعكس الفوط العاديه نعومتها المرنه بتخليها تتحرك معك بكل راحه على راحتي بمشي الطريق يلي بختاره وبروح فيه للاخر ثلاث ثواني لتغطية كاملة للجذور. 3، 2، 1 اختفوا. جديد ماجيك ريتوتش أول سبراي فوري لتخفي الجذور من لوريال باريس. لتضيفي إشرائية الشمس على الشعر الباهت تحتاجي لوصفة مضيئة. ألترا دوب البيبونج وعسل الزهور. البيبونج للتفتيح وعسل الزهور لتغذية عميقة. صار شعرك مشرق وناعم الملمس. وللمزيد من العناية مزيج الزيوت المعالجة لكشف خصل شعر أفتح. ألترا دوب البيبونج وعسل الزهور. زوبي زوبي زوب استمتع بألطف نعومة وخلطات طبيعية من ألترا دوجل للاستحمام الجديد طبيعي من غارنيي وهلأ مع شراء أي منتج من غارنيي الحق القصيمة وادخل السحب لربح واحدة من سيارتين رجعنا معكم نتابع اللوتو وأكيد كنا عبالنا نعرف النتائج وعبالنا نعرف إذا ربح حدا الجائزة الأولى لليلة ولكن قبل ما نتأكد من الأرقام نرجع لعندك مدام سلم تفضلي صاحب لوتو رقم 1650 لليوم الخميس 20 أيلول 2018 طابات الستة الأساسية 22 39 32 20 29 2 والطابة السابعة الإضافية 12 إذن هول هن الأرقام تأكدنا منهم رح نشوف أنا وياكم التابلو ونتأكد ونشوف شو وضع المرتبة الأولى للأسف ما في عنا حدا بالمرتبة الأولى إنما بالمرتبة الثانية ألف مبروك في عنا شبكة واحدة بتربح لحالها المبلغ كله يلي هو حوالي 115 مليون ليرة ألف مبروك لهيدي الشبكة بالنسبة للمرتبة الثالثة في عنا 18 شبكة وكل شبكة منهم بتربح 2,700,000 ليرة تقريبا بالمرتبة الرابعة في عنا 764 شبكة وكل شبكة منهم تربح 64,000 ليرة بالمرتبة الخامسة في عنا 13,151 شبكة وكل شبكة منهم تربح 8,000 ليرة ألف مبروك للجميع لكل أشخاص اللي حرفوا نحاس بهيدا السحب ولو أنه من ربحت المرتبة الأولى المرتبة الثانية من وين ربحت؟ مكتب رقم 1772 من محل أسمر كورنر بالحدد إذن ربحت من الحدد ألف مبروك لهذا الشخص يلي ربحها لليلة للمرتبة الثانية وإن شاء الله يا رب تتهنوا بالمبلغ يلي صار لكم من لليبانيز ديجو مدام سلم لو سمحت تأكدينا من رقم زيد هلأ صاحب زيد رقم 1650 تاريخ 20-9-2018 الرقم الرابح 65,580 هيدا الرقم يلي اخترته المكنة من شوي قدامكم على الهواء رح منشوف أنا وياكم التابلو هلأ إذا في حدا صاب هيدا الرقم اشترى هيدا الورقة يلي عليها هيدا الرقم أو أكثر أو ما صاب حدا هيدا الرقم للأسف ما في عنا حدا بالمرتبة الأولى إنما كل ورقة بتنتهي بالرقم 5580 بتربح 450,000 ليرة كل ورقة بتنتهي ب 580 بتربح 45,000 ليرة كل ورقة بتنتهي ب 80 بتربح 8,000 ليرة كمان ألف مبروك 4,000 ألف مبروك لكل الأشخاص اللي ربحوا معنا بهيدا السحب بيزيد وبطبيعة الحال كل الجوائز اللي اليوم ما ربحت خاصة المرتبة الأولى رح تتراكم أكثر وأكثر لنهار التنين المقبل مدام سلم قدي رح بتكون إن الله راد نهار التنين نهار التنين إن الله راد رح تكون ب 900 مليون إن الله راد 900 مليون ليرة المرتبة الثانية اليوم ربحت بتكون فوق 100 مليون
نفس الشيء تقريبا مثل اليوم تقريبا. نعم. وبالنسبه لزيد اليوم من ربحت سبيسيال مرت الجاي بتكون 75 مليون، وكل الجوائز الثانيه بتكون كلها مضاعفه. نعم. فاذا ما لكم غير التاكس لوتو لبناني على الابلكيشن LLDJ.com، على الويب سايت LLDJ.com، على الابلكيشن بنزلوها مجانا على سيلولاراتكم، على 10/20 او بكل مراكز ريبانز دي جو، وتلاقونا نهار الاثنين بسحب جديد. باي باي. فواتيري بدي وطن.